استطلاع ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. الشمس، يوم 28 رمضان، الليلة اللي صبحنا فيها 27. الشمس طالعة ملهاش شعاع، السما صافية، الجو ممتاز زي ما احنا سامعين صاح الديكة. كل دي تقريبا علامات، اختلفت الروايات ولكن العلامات في علامات متفق عليها. هنيئا لمن قام وصلى، هنيئا لمن تقبل منه، هنيئا لكل من تقبله الله مع جحافل الداخلين في رحمة الله سبحانه وتعالى. الشمس في مدينة الدخلة، محافظة الوادي الجديد، في عنان السماء. فضل ربنا علينا سبحانه وتعالى ان احنا فضلنا عايشين، يعني ان احنا ندرك ليلة القدر وندرك رمضان. ان شاء الله ربنا يبارك في اعماركم، وان شاء الله تكون ليلة متقبلة من الجميع، وربنا يزيح الغمة اللي احنا فيها وعنا وعن المسلمين وعن العالم اجمع يا رب. الشمس زي ما انتم شايفين اهو في التصوير، بسم الله ما شاء الله، يعني ملهاش شعاع وحاجة كده، بسم الله الله اكبر. ربنا يتقبل منا ومن المسلمين جميع الأعمال الطيبة والصالحة يا رب، يجعلنا من عباده وخاصته الذين اختصهم. ربنا يحسن أعمالكم إن شاء الله وتكونوا من المقبولين، تقبل منكم رمضان وتقبل منكم شعبان وتقبل منكم طوال العام يا رب. كل سنة وانتم طيبين، وعيد فطر مبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير يا رب. إن شاء الله العيد الجاي يجي علينا كلنا وما يكونش فيه كورونا في العالم ولا في أي حتة في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله رمضان متقبل منكم بإذن الله وفضله عليكم. سلام عليكم.